وأشار البرهان إلى أن الاتفاق مع إسرائيل جاء بالتشاور مع جميع الأطراف، وأن العلاقة معها مثل أي دولة، وقد تشمل مشروعات مشتركة ستدرس في الوقت المناسب. ليس بالضرورة أن نحدد هنالك منافع بعينها، لكن إسرائيل علاقتنا معها نتمنى أن تكون مع مثل الدول الأخرى. نحن الآن لا نقول ماذا نستفيد من علاقتنا مع مصر، ماذا نستفيد من علاقتنا مع إثيوبيا، ماذا نستفيد من علاقتنا مع الأمارات، ماذا نستفيد من علاقتنا مع أي دولة أخرى مثلها مثل الدول الأخرى. هنالك قد تكون مشروعات مشتركة للتنمية الزراعية، للتنمية الحيوانية، للتنمية الصناعية، للتنمية التكنولوجية. كل هذا الأمر سيدرس وسيبحث، ومتى ما وجد هنالك مجال مناسب للتعاون حتما الناس هيمضوا فيه. لكن نحن الآن نعلم أن الرأسمالية كلها إذا كانت غربية خاصة أو مملوكة للدولة كلها ما بتتعامل معنا ما لم تزال عننا العقوبات أو يرفع اسمنا من قائمة الدول على الإرهاب. هنالك عقوبات، هنالك دول ومؤسسات مالية تضررت من جراء التعامل السابق معنا.